المشاهدين الكرام، طبعا نهني حقيقة الشعب العراقي والسيد رئيس وزراء على عبور عام على تشكيل الحكومة العراقية. هذه الحكومة اللي عبلت في ظرف صعب جدا، وكذلك بالمقابل في ظل تحديات. والفريق الاستشاري حقيقة كنا عاقدين اجتماع في يعني بمطلع الأسبوع، وكان هنالك نقاش حقيقة على ما الذي تحقق، ما الذي هو تحت قيد العمل، وما الذي كذلك نطمح إليه في إطار أنه طبعا المنهاج الحكومي، وفي إطار كذلك بالمقابل البرنامج الحكومي اللي عملت عليه الوزارات العراقية، وفي إطار كذلك بالمقابل المسار. هنالك طبعا رضا كبير لدى الفريق، ولكن هنالك طموح أكبر، لأن هنالك تحديات كبيرة مرت على البلد على مدى 20 سنة. لم يكن هنالك للبعد الاجتماعي، للسياسات الاجتماعية، لمتطلبات المواطن وكرامة المواطن العراقي حقيقة، سواء في استحقاقاته في الحياة العامة، وكذلك في البنى التحتية، وفي كذلك متطلبات مواجهة تحديات آفة الفساد، آفة البطالة، آفة كذلك العجز الاقتصادي. وبالتالي هنالك إجراءات عملت عليها الحكومة العراقية خلال هذا العام، وكان حقيقة آخرها الإجراء الذي حصل من قبل رئاسة الوزراء في معالجة رواتب ومرتبات المتقاعدين، وكذلك بالمقابل ذويهم، وكذلك بالمقابل مسارات في النظر في سلم يعني الرواتب، يعني شيء على وكذلك شيء بالمقابل المسارات الخمسة الأساسية. السيد السوداني مرتاحين على الأداء، ولكن نطمح لأكثر. يعني حقيقة هنالك قياسات ومعايير يعمل عليها الفريق الاستشاري، وهنالك مشرفين على البرنامج الحكومي ولديهم تقارير، وأصدروا تقريرين يعني أساسيين داخل المكتب الحكومي، وهنالك طبعا مراجعات، لكن هنالك بالمقابل تقدم، هنالك ارتياح اجتماعي، هنالك حركة اقتصادية للحياة العامة تسير بصورة طبيعية رغم تحديات السوق الموازي، وهنالك كذلك حركة خدمية في الشارع الآن لا تنقطع، لا تتوقف، وهنالك كذلك بالمقابل عمل لدى الشباب.